السلام عليكم خاوتي، انا ما كنتم واحد وما جتم، دائما احنا في حنا من فنزبي بارك بلاك سوف رود، رانا هنايا مع خاوتنا، هادو خاوتنا ولاد بلادنا. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، واش راكم شبيبه؟ واش راك لاباس؟ الحمد لله. كيفاش خويا صالح؟ والله لاباس خويا، والله لاباس. وانتم واش راكم؟ والله غير نعمه الحمد لله يا خويا. انا من لندن لهنا في فنزبي بارك اكزاكتلي، انا في بلاك سوف رود فهم. الحمد لله انا مع خاوتنا لهنا يا خويا اسامه من هنايا فهم. واش كاين الناس اللي يشوفوك ولاد حومتك اصحابك كي يا خويا؟ نسلموا كاع عليهم فهمت حبيبي. وهذه غيبه ان شاء الله نزورهم في اقرب وقت ان شاء الله فهمت. وحنايا رانا الحمد لله فهمت حبيبي. وكيما يقول لك لا باس الحمد لله. واش مجاهد الجزائر تاعك؟ انا يا خويا انا نسكن لي انا وليد باب الواد. الله يبارك يا خويا، يبارك فيك خويا. نسكن باب الواد وزودو كرحنا، انا في باب زواف لي باناني فهمت خويا. نسلموا كاع لولا احبابنا ولاد بلادنا، نقول لهم انا توحشناكم. انا بلادي الانجليز، ما انا نسكن في الانجليز. اسامه احنا اصحاب الانفور اين بلاك سوكراوت. اسامه واش انا ما نسكنش في البلاد. على خويا اسامه، على خويا اسامه. علاش بقاش عندي جدودي ميتين لهنا صافي ديال بلاد. لا ما عندك والله غير الحمد لله. ما جو سوي فيغ دات اجي حبيبي انت. الناس خاوتنا الناس هذو اللي جاو هنايا مثلا يجوا حراقه مساكن، واش تنصحهم هذو الناس يدخلوا في الفلايك ويجوا حراقين؟ يا الشعب الجزائري، انا بنتي في عمرها 4 سنين. هذا زيان، هذا خونا، ما تعطونيش كوارطي. لا فهمت. لا الحمد لله فهمت حبيبي. حنا يا خويا اللي ان شاء الله اللي يجوا جدد هذوما نتمناو لهم ان شاء الله يروحوا طريق الصواب، ما يروحوش طريق العوده فهم. يروح الواحد يحوس على خدمه من يسعى كما يقول لك فهم. وان شاء الله كما يقول لك نبعث ميساج لخاوتنا لين في البلاد ان شاء الله اللي محبين يجوا. حنا ما نردوا حتى واحد، ما كما يقول لك يو ويلكم، مرحبا بكل واحد. حنا ما نخيبوا حتى واحد ومرحبا بهم. وشنو ان شاء الله كما يقول لك عفوا الطريقه اللي يجوا بها فهمت عليا. انا نسمعوا بهم هذوك تاع لاكراس هذوك منا مساك ربي يكون معاهم ان شاء الله. عبق تقصنا بزاف فهم، ولا تقصنا بزاف من جهتهم حبيبي فهم. انا نسمعوا لهم باصي منا ربي يكون معاهم ان شاء الله. الله يحسن عونهم. وهذه تاع فلوكه هذه والله غير ما هي طريق يا خويا، راك فاهمني خويا صالح. نعم خويا. وان شاء الله ربي يجيب ساحة الخير فهم. واش النصيحة يسمى كيف يجوا هناك؟ يجوا يسيو كيما نافيكاو في الفلوكة، يسيو فيزا والله يسمى، واش رايك؟ ان شاء الله. مادام مازال كاين كاين تبقان واحد اخرين كيما يقول لك اللي يحب يجي، اللي كيما يقول لك راهي في قلبه يحب يبردها كيما نقولوا حنايا، ان شاء الله كيلحق ماشي بهذيك الطريقة فهمت حبيبي. شغل عافاك حنا كي نسمعوا نتقاسوا والله غير بزاف، والله غير بزاف. نسمعوا بخاوتنا في لاكراس كيما في لاكراس، اما حقورين مظلومين يتضربوا كيما ساك صراو بزاف الفايس فهمت. نتايا كي شوف الانجليز كي كنت تسمع عليها ولقيتها كيف والله لقيتها عكس؟ بون سمح لي دوكا كاع كيما نحكوا كيما تكون في البلاد ماشي كيف كي تعيش فيها. سمع لندن من هنايا فهمت علي. اني واي اليوروب كاع حياتي غروسو موندو كيما نحكوا ماشي كيف واش من ناحيه ماشي كيف ماشي كيف كيف كما يقول لك واش كانوا يحكوا منا ماشي كيف صح. حنا الحمد لله على كل حال شغل معلو صح، جيت غيب لك من الضباب والحمد لله كاين الرجال فهمت حبيبي يعاونوا كاين الحمد لله وشنو كما يقول لك اللي يسحب الخير هذا ما كان ايه لازم هكذا. او جا خونا سيدي عليا يا خويا سيدي عليا. لا سيدي عليا ما يحبش يتصور، يحشم يحشم اختنا بالقرنطيطه حبيبي اسامه ان شاء الله. محمد يا الحومه ما يحبوش يحشموا حشموا هيا والله غير جهه اخونا هذا الحومه اروع كاين اللي يحشموا اروع خلي حشم يا خويا الحمد لله. خوتي تهلاو بعضكم صافي بليزير كي تلاقينا بكم ان شاء الله. بلا مزيه يعني يكون الحق وما تقلناش عليكم. لا زياد اصبر الحمد لله ان شاء الله. صح اخويا يزيد خويا سلم السلام لخوتك حبابك ان شاء الله. على والديا وخوتي وكاع الشعب الجزائري قول لهم شوفوا حنا الله غالب علينا، غير ما تجوش لهاد البلاد من فضلكم. علاه خرجت انا صغير في عمري 16 سنه في عمري قريب 40 سنه لو كان مازالني في البلاد نبيع الخضره راني عايش راسي مرفوع. لا خلي يعبر على روح عبر على زوجي يقول لك
روحوا لبلادكم، انا جاي لبلادنا ورا المشكل. لا لا الحمد لله الحمد لله. بس هو يعبر يا زياد يعبر على روحه. معليش عبك علاش انا قلت له يدير هكذا خطاش علاش مش عندك بابا عندي 8 اخوتي رجال الله يبارك فيك وين نروح نعيش الحمد لله وسلام عليكم. عليك السلام خويا. هذا ما كان يا خويا ان شاء الله الحق الميساج تاعنا ان شاء الله وان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم وان شاء الله كما يقول لك واحد ما يزعف علينا وكما يقول لك نبعثوا سلامنا لكاع اولاد بلادنا والعائله ديالنا وان شاء الله نقولوا لهم في اقرب وقت ان شاء الله فهم ان شاء الله. كما يقول لك الغربه الغربه وماشي بلادنا فهم ويحيى بلادنا وكما يقول لك حجارو هذه هي والله غير نروحوا نروحوا نقولوا لبلادنا فهم الحمد لله 1 2 3 فيفا لاجي. اخر كلمه لاصحابك ولاد حومتك. نعم خويا اخر كلمه لاصحابك ولاد حومتك واش قول لهم؟ يا خويا توحشناهم بزاف بزاف فهم كيما يقول لك توحشنا القعده تاع الطريق واد وحشنا القعده هذيك ان شاء الله ان شاء الله فهم حبيبي ان شاء الله كيما يقول لك نبلغوا لهم كاع السلام ما كيما يقول لك من الشرق للغرب كاع ولاد حومتنا فهمت والدينا الحبايب وتهلا بعضكم وحتيكم وان شاء الله هذه اللي نحمق عليها ان شاء الله اللي راهو حاب يجي ويشوفنا ولا يشوف الغربه هذه ان شاء الله يعرف طريقها الله يحسن له يعرف طريقها اللي يجي بها هذا ان شاء الله خاطرش حنا رانا لهنايا ونسمعوا بهم كيما يقول كم يجوا في هذيك بوطي ولا مع باش كيما يقول صحاب الغرب بوطي انا هذيك تقيسني بزاف فهمت عليا صح مين ما يخممش كيما يقول لك صح والديه والديه صح والديه صح وان شاء الله كيما يقول لك رضات الوالدين حنا الحمد لله ما دامنا هنا والله غير الحمد لله كيما يقول لك انا رضاو عليا والديا الحمد لله ربي يستر وهذا هو صح خويا فهمت وان شاء الله كاع رضات الوالدين وان شاء الله كاع خوينا محبين صحة سامي صحة حبيبي أسامة أسامة صحة اسمح لي هذا الشيخ ديالي هذا لازم تعود عليه تعود لازم تعود تعودنا واحدة هذه اسمح لي اسمح لي هذا الشيخ ديالي سامي الله يبارك نعزو بزاف حبيبي أنا كيما يقول لك هذا هو البركة ديالي خويا سامي ربي يعوضو سامي يا خويا بصح أنا نتمنى شوف سامي خويا اعطينا حاجه حلوه خويا ودار الدار تعاود بعدا سمعتها سمعتها وجحت لي وغاتني عمري خويا يجوا صحاب الاوروب صحاب الجزائر باش يطلعوا لا سامي خويا اعطي لهم حاجه عليا على خونا هذا سامي شيخ شيوخ هيا سامي اعطينا وحده اعطينا وحده اعطينا وحده اعطينا وحده هيا هيا اللي جا تاع الجزائر باش يطلعوا كاع بوسي لحالك هيا روح روح فاكسيون فاكسيون ديماري ما تحبش خلاص في الكذا ولا برومي كلاس لو كان يتيروا عليا برصاص عاود نخرج من هذيك البلاص يا رب مادام لي صغير سين بلي مون افونير شاورت والديا وقالوا لي سين ساكريفي ولي صالي سير رجل صار كلبه امي تغير الغربه المعيشه راه صعبه ما تسلكها غير الهرمه لي برجوم ولات كالفيزا والرشوه حتى في الفيزا ونروحوا نعرف التبريزا ودعي لي امي امتي العزيز خويا اسامه اسامه سخول اسامه هدرتو كاع انت واش نقول واش قال هو ان شاء الله لا لا بصح وشنو يعرفوا كيفاش يجوا الطريقه كيما قلت الموضوع ثاني الطريقه بارك الله فيك خويا يا خويا نتمنى ان شاء الله الخير ان شاء الله بوك يجوا بها هذا ما كان ديماري ما تحبش خلاص كيما قال كيما قال اسماعيل عطى شيكا وانا جيت فيه بالطاف فيه بالطاف طلع جيت قلم فوق بالطاف صالح سمع في روحك صحيتو خوتي الله فيك وان شاء الله هناك سطايم ان شاء الله ربي يعاونكم خوتي يا سلام عليكم سلام عليكم يحيى بلادنا صحيت